لنا محمد تكشيف خطوبة أسامة مروة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. امبارح كانت شلة دبي كلها مجتمعة في إيفنت هواوي، من بينهم أسامة مروة، وقامت لانا بالكشف أن أسامة مروة السنة الجاية رح يعلن عن ارتباطه وخطبته، ملمحة عن ارتباط أسامة مروة. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أترككم على المقطع. يخطب متى؟ بدنا نفرح بوسي متى؟ ما بعرف. يقولوا لي بدنا نشوف أوس صغير. شو متى ناوي؟ مو يعني لسه انا برايي السنه الجايه. حاسه ماي فيلينجز يعني هيك خليه عندك. الشهر الجاي الشهر بعد يومين. سكروها بعد يومين. السنه الجاي اسامه رح يكون جاهز. انا بتوقع السنه الجاي. بس بدي اسالك سؤال، بدك اياها شقره ولا بيضة؟ ايه شو؟ شقره ولا سمره؟ ما بتفرق. تبدك يا مشهورة ولا مش مشهورة؟ ما بتفرق. ناس حاول مربربة ولا نحيفة؟ يفضل نحيفة.